يقول أحد الشعراء متحدثا عن الجولان: لهفة الجولان طال عناؤه شوقا إلى الوطن القريب النائي، أحلى الأماني عودة محمودة، عودة الحبيب لموعد ولقاء، وتهزنا شوقا مشاعر حصره، هل نحتفي يوما بعيد جلائي؟ أبناء جولاننا الأبي، أهلا وسهلا بكم على شاشة التربوية السورية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نفحات عربية إلى الجولان. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان اقتران جواب الشرط بالفاء والجزم بجواب الطلب. فمتى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ ومتى تكون جملة جواب الشرط في محل جزم؟ ويأتي المضارع مجزوما إذا كان جوابا للطلب، فما هو الطلب؟ لنتابع ماذا أجاب طلبتنا عن هذه الأسئلة في الاستطلاع الآتي. يجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء عندما تكون الجملة اسمية، أو عندما تكون الجملة فعلية فعلها جامد مثل ليس وعسى، أو عندما تكون الجملة فعلية فعلها طلبي. بيكون مضارع أو أمر، أو إما مضارع مسبوق بلام الأمر أو مضارع مسبوق بلام الناهية الجازمة. ويكون أيضا جملة فعلية مسبوقة بسوف وقد وما وليس، مسبوقة بقد وما ولن وربما وكأنما وقد. يجب اقتران الفاء بالفعل إذا كانت جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو إنه اسمه وخبره. كمان إذا كانت جملة فعلية فعلها جامد ليس وعسى، ليس وعسى تم. وكمان إذا كانت جملة فعلية مسبوقة بلن وقد وربما وكأنما ولن. كمان إذا كانت فعلية، جملة فعلية فعلها إنه أمر أو إنه مضارع مسبوق بلام ناهية، بتكون جملة اسمية، أو جملة فعلية فعلها طلبي، أو جملة فعلية فعلها جامد، أو جملة فعلية مسبوقة بلن أو قد وما وسين وسوف. تكون جملة جواب الشرط مجزومة عندما تكون الأداة جازمة والفعل مقترن بالفاء. تكون الجملة جازمة إذا كانت ذات الشرط جازمة ومقترنة بالفاء، إذا سبقت بأداة جازمة واتصلت بالفاء. الطلب يكون إما أمر أو نهي. مشاهدينا، بعد أن تابعنا الاستطلاع واستمعنا إلى ما جاء به، تعالوا لنعرف الإجابة الصحيحة في فقرات حلقتنا. أبنائي، متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ لمعرفة الجواب تابعونا في هذه الفقرة. اقرأ ما يأتي ثم أجب. إذا ذبحت الشاة فالسلخ لا يؤلمها. من جد فإن النجاح حليفه. إن كنت تعلم أنك على حق فامضي في سبيله. إن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت. من استعان بالله فما خسر. من سعى إلى مرضات الله لن يكون من النادمين. من أطاع هواه فقد ضل. إن نتابع نضالنا فسوف نحقق أهدافنا. الجملة الأولى: إذا ذبحت الشاة فالسلخ لا يؤلمها، دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط السلخ لا يؤلمها، وقد جاءت جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، ونلاحظ أنها مقترنة بالفاء.
فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط السلخ لا يؤلمها بالفاء؟ فالسلخ لا يؤلمها جملة جواب الشرط. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر. وهناك الكثير من الأمثلة: من يزرع الشر فالندامة محصوله، من يتسلح بقوة الله وقوة الشعب فالنصر حليفه، إذا اجتهدت فالنجاح حليفك. ننتقل إلى الجملة الثانية: من جد فإن النجاح حليفه. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط إن النجاح حليفه، وقد جاءت جملة اسمية مؤلفة من الحرف المشبه بالفعل إن واسمه وخبره، ونلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط فإن النجاح حليفه بالفاء؟ فإن النجاح حليفه جملة جواب الشرط. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة اسمية مؤلفة من حرف مشبه بالفعل واسمه وخبره. وهناك الكثير من الأمثلة: من يزرع الشر فإن الندامة محصوله، إن تساعدني فإن شكرك واجب، إذا اجتهدت فإن النجاح حليفك. ننتقل إلى الجملة الثالثة: إن كنت تعلم أنك على حق فامضي في سبيله. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط امضي، وقد جاءت جملة فعلية فعلها أمر، والأمر يدل على الطلب، كما نلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط امضي بالفاء؟ فامضي جملة جواب الشرط، امضي فعل أمر. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية فعلها طلبي فعل أمر. وهناك الكثير من الأمثلة: أن تكون الحكمة فخذها، إذا رابك أمر فدعه، من ظن بك خيرا فصدق ظنه. وأيضا يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا جاء فعل الطلب مضارعا مسبوقا بلام الأمر. مثال: إذا أردت النجاح فلتجتهد، جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء فلتجتهد. أو جاء مضارعا مسبوقا بلا ناهية، مثال: إذا أردت النجاح فلا تهمل دروسك، جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء فلا تهمل. ننتقل معكم إلى الجملة الرابعة: إن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط بئس، وقد جاءت جملة فعلية فعلها جامد، كما نلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط بئس بالفاء؟ فبئس جملة جواب الشرط، بئس فعل جامد. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية فعلها جامد. وهناك الكثير من الأمثلة: من تعدى الحق فبئس ما صنع، إن تسعى لتحقيق النجاح فنعم ما تفعله، من عذب لسانه فنعم ما اتصف به، من فشى سر صديقه فليس أهلا للأمانة. والفعل الجامد هو الفعل الذي يلزم صيغة واحدة ولا يتصرف، كبئس، نعم، ليس، عسى. ننتقل إلى الجملة الخامسة: من استعان بالله فما خسر. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة.
نلاحظ أن جملة جواب الشرط ما خسر وقد جاءت جملة فعلية سبق فعلها بما نافية، كما نلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط ما خسر بالفاء؟ فما خسر جملة جواب الشرط؟ وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية سبق فعلها بما نافية. وهناك الكثير من الأمثلة، من يجتهد فما رسب، إن تسعى لتحقيق النجاح فما رسبت، من عذب لسانه فما خسر. ننتقل إلى الجملة السادسة، من سعى إلى مرضات الله فلن يكون من النادمين. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط لن يكون من النادمين، وقد جاءت جملة فعلية سبق فعلها بلن، كما نلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط لن يكون من النادمين بالفاء؟ فلن يكون من النادمين جملة جواب الشرط. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية سبق فعلها بلن. وهناك الكثير من الأمثلة، من يزرع الشوك فلن يقطف الوردة، إن تسعى لتحقيق النجاح فلن ترسب، مهما فعل أعداؤنا فلن نحيد عن أهدافنا. الجملة السابعة، من أطاع هواه فقد ضل. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط قد ضل وقد جاءت جملة فعلية سبق فعلها بقد، كما نلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط قد ضل بالفاء؟ فقد ضل جملة جواب الشرط. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية سبق فعلها بقد. وهناك الكثير من الأمثلة، من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك، من عق والديه فقد عقه ولده، من جار في حكمه فقد هلك. ننتقل إلى الجملة الثامنة، إن نتابع نضالنا فسوف نحقق أهدافنا. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط سوف نحقق وقد جاءت جملة فعلية سبق فعلها بسوف، كما نلاحظ أنها مقترنة بالفاء. فلماذا وجب اقتران جملة جواب الشرط سوف نحقق بالفاء؟ فسوف نحقق جملة جواب الشرط. وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية سبق فعلها بسوف. وهناك الكثير من الأمثلة، إذا فعلت الخير فسوف تنال جزاءه، من عق والديه فسوف يعقه ولده، من جار في حكمه فسوف يهلك. ويجب أن تقترن جملة جواب الشرط بالفاء إذا جاءت جملة فعلية سبق فعلها بالسين. مثال، من يزرع شرا فسيحصده، فجملة جواب الشرط سيحصده ووجب اقترانها بالفاء لأنها جاءت جملة فعلية سبق فعلها بالسين. وهناك الكثير من الأمثلة، إذا فعلت الخير فستنال جزاءه، من عق والديه فسيعقه ولده، من جار في حكمه فسيهلك. وتسمى هذه الفاء الرابطة لجواب الشرط، وتجمع حالات وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء في البيت الآتي: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف. إذن ماذا نستنتج؟
نستنتج يجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي ويكون فعل أمر أو مضارعا مسبوقا بلام الأمر أو مضارعا مسبوقا بلا الناهية أو فعلها جامد أو مسبوق بما النافية أو لن أو قد أو السين أو سوف. مشاهدينا، ما إعراب جملة جواب الشرط؟ لمعرفة الإجابة تابعونا في الفقرة الآتية. اقرأ ما يأتي ثم أجب. من يعمل خيرا يلقى ثوابه. إذا درست فالنجاح حليفك. من استعان بالله فما خسر. الجملة الأولى: من يعمل خيرا يلقى ثوابه. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط يلقى وهي غير مقترنة بالفاء، كما نلاحظ أنها جاءت جوابا لاسم الشرط الجازم من. فما إعراب جملة جواب الشرط يلقى؟ من أداة شرط جازمة. يلقى جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء، لا محل لها من الإعراب. وهناك الكثير من الأمثلة: من يفعل خيرا يجده، إن تجتهد تنجح، من يزرع شرا يحصده. ننتقل إلى الجملة الثانية: إذا درست فالنجاح حليفك. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط فالنجاح حليفك وقد جاءت مقترنة بالفاء، كما نلاحظ أنها جاءت جوابا لأداة الشرط غير الجازمة إذا. فما إعراب جملة جواب الشرط فالنجاح حليفك؟ إذا أداة شرط غير جازمة. فالنجاح حليفك الفاء رابطة لجواب الشرط. النجاح حليفك جملة جواب الشرط غير الجازم، لا محل لها من الإعراب. وهناك الكثير من الأمثلة: إذا فعلت خيرا فسوف تنال جزاءه، إذا رابك أمر فدعه، إذا زرعت شرا فسوف تحصده. ننتقل إلى الجملة الثالثة: من استعان بالله فما خسر. دل على جملة جواب الشرط في هذه الجملة. نلاحظ أن جملة جواب الشرط فما خسر وقد جاءت مقترنة بالفاء، كما نلاحظ أنها جاءت جوابا لاسم الشرط الجازم من. فما إعراب جملة جواب الشرط فما خسر؟ من أداة شرط جازمة. فما خسر الفاء رابطة لجواب الشرط. ما خسر جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء في محل جزم. وهناك الكثير من الأمثلة: من يفعل خيرا فسوف ينال جزاءه، من جار في حكمه فقد هلك، من يزرع شرا فسوف يحصده. ونلاحظ أن جملة جواب الشرط حتى تكون في محل جزم يجب أن يتوافر شرطا، وهما: أولا يجب أن تكون أداة الشرط جازمة، ثانيا يجب أن تكون جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء. فإذا اختل أحد الشرطين تكون جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج
جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب. جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء لا محل لها من الإعراب. جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء في محل جزم. مشاهدينا، يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب، فما هو الطلب؟ لتعرفوا الإجابة تابعونا في فقرتنا القادمة. اقرأ ما يأتي ثم أجب. ابتعد عن قرين السوء تسلم من الأذى. لتكثر من المطالعة تتسع خبرتك. لا تؤذي أحداً تحظى براحة الضمير. الجملة الأولى: ابتعد عن قرين السوء تسلم من الأذى. في هذه العبارة جملتان، الجملة الأولى ابتعد، وهي جملة فعلية فعلها طلبي وقد جاء فعل أمر، والجملة الثانية تسلم، وهي جملة فعلية جاء فعلها مضارعا مجزوما ولم يسبق بحرف جازم. كما نلاحظ أن هناك رابطة بين الجملتين تشبه الرابطة بين فعلي الشرط وجوابه. فماذا نسمي كلا من الفعلين ابتعد تسلم، وما إعراب كل منهما؟ ابتعد فعل الطلب، إعرابه فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، فاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. تسلم جواب الطلب، إعرابه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. إذن الفعل المضارع يجزم إذا وقع جوابا للطلب، وهناك الكثير من الأمثلة: اجتهد تلقى نجاحا، ابتعد عن رفاق السوء تأمن شرهم. ننتقل إلى الجملة الثانية: لتكثر من المطالعة تتسع خبرتك. دل على فعل الطلب وجوابه في هذه العبارة. نلاحظ أن فعل الطلب لتكثر وقد جاء مضارعا مسبوقا بلام الأمر، وأن جواب الطلب تتسع وقد جاء مضارعا مجزوما. أعرب فعل الطلب وجوابه: لتكثر تتسع. لتكثر فعل الطلب، اللام لام الأمر حرف جازم، تكثر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. تتسع جواب الطلب، إعرابه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: لتبتعد عن رفاق السوء تأمن شرهم، لنواصل العمل نبني وطننا، لتكظموا غيظكم تحمد عواقبكم. ننتقل إلى الجملة الثالثة: لا تؤذي أحدا تحظى براحة الضمير. دل على فعل الطلب وجوابه في هذه العبارة. نلاحظ أن فعل الطلب لا تؤذي وقد جاء مضارعا مسبوقا بلا ناهية، وأن جواب الطلب تحظى جاء مضارعا مجزوما. أعرب فعل الطلب وجوابه:
لا تؤذي تحظى. لا تؤذي فعل الطلب، لا الناهية حرف جازم. تؤذي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. تحظى جواب الطلب، إعرابه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. وهناك الكثير من الأمثلة. لا تقترب من النار تسلم، لا تهمل الرياضة تأمن المرض. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب. من الطلب الأمر، ويشمل فعل الأمر والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر. النهي، ويشمل فعل المضارع المسبوق بلا ناهية. والآن أبنائي تعالوا لنستذكر ما مر معنا من معلومات في هذه الحلقة. القاعدة: يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمية، جملة فعلية فعلها طلبي، ويشمل الطلب فعل الأمر المضارع المسبوق بلام الأمر، المضارع المسبوق بلا ناهية، أو فعلها جامد أو مسبوق ب ما النافية أو لن أو قد أو السين أو سوف. تكون جملة جواب الشرط في محل جزم إذا اقترنت بالفاء وكانت الأداة جازمة، ولا بد من اجتماع هذين الشرطين. إذا اختل أحد هذين الشرطين تكون جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب. من الطلب الأمر، ويشمل فعل الأمر والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر. النهي، ويشمل الفعل المضارع المسبوق بلا ناهية. مشاهدينا، وفي فقرتنا الأخيرة إليكم هذا التدريب لتختبروا مدى فهمكم واستيعابكم لما قدمنا، فحاولوا أن تجيبوا عنه. تدريب: عين جملة جواب الشرط في كل مما يأتي، واذكر سبب اقترانها بالفاء، ثم أعربها. من أفشى سر الصديق فليس أهلا للأمانة. إذا فعلت الخير فسوف تنال جزاءه. من عق والديه فقد عقه ولده. أنى تكون الحكمة فخذها. إذا رابك أمر فدعه. إن تساعدني فإن شكرك واجب. أبناءنا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المتعة والفائدة. سأودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.